مالك شو؟ بابا يفلصم. مالك. شوف شوف. مالك لا يبغى. واقف بلا سرج. راح تبغى رفع خلينا نسوي فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مهند سيوف ورجعنا بمقطع جديد. طيب يا أخوان، مقطعنا اليوم راح يكون عن العين حق وجزء جديد وأخيرا. بالبداية قبل ما أبلش المقطع، عندي شغلتين ضروريات جدا جدا إني أحكي عنهم، وضروري جدا عزيزي المشاهد إنك تسمع حضر الشغلتين قبل ما أدخل المقطع. الشغلة الأولى واللي هي أكثر شغلة منتشرة حاليا، إنه يا أخوان قاطع المنتجات الفرنسية. ليش؟ لأنهم أساءوا للرسول بحاكمهم الغبي اللي طلع يبربر ويحكي كلام تافح زيه. وصدقوني يا اخوان، الشغلة هاي البسيطة اللي احنا راح نعملها مع بعض، ان نقاطع المنتجات الفرنسية، راح تأثر عليهم بشكل انتم ما تتصوروا يا اخوان. فأتمنى من الجميع نستمر كلنا بهاي المقاطعة، وصدقوني راح يجي يوم ويطلعوا يعتذروا ويعرفوا انه دين الاسلام مش دين سهل انهم يستهزئوا فيه ويندموا على الاشي اللي عملوه. فأتمنى نكملها. وبس هاي الشغلة الاولى، والشغلة الثانية والشغلة اللي صدمتني وزعلتني صراحة يا اخوان، اكتشفت انه 1% من مشتركين القناة فقط مفعلين زر التنبيهات. اقسم بالله الاشي ضايقني وزعلني كثير. متخيلين شو يعني تصل الاشعارات لبس 1%؟ يعني 99% منكم مو مفعلين زر التنبيهات. اتمنى اذا تحب اني اقدم لك محتوى واقدم لك اشي تحبه، انك تفعل زر التنبيهات عشان يصلك كل مقاطع جديدة. هذا اتمنى منكم. وبرضه اقدر اقول لكم حاليا صار في جدول القناة راح اعتمده باذن الله، اللي هو راح يكون خميس وسبت وثلاثاء باذن الله. فتذكروا هذا الموعد ونعتمد القناة باذن الله ونمشي عليه وما نطول بكلام. خلينا ندخل المقطع الاول. طيب يا اخوان، المقطع الاول اتوقع شفتوا مقاطع كثيره زيه، بس المقطع هذا جديد واول مره اعمل عنه، اللي هم الاشخاص اللي عنده قدره يتحكم بعين القويه. يا اخوان تخيلين شو يعني يقول لك انا هاي بدي اخربها وبعينه اخربها قدامك؟ متخيلين الموضوع؟ مو متخيلينه. خلينا ندخل المقطع وافرجكم اياه. شوفوا كيف بدي اطفي اللمبه، هذا شوف الصدمه. وتستمر الحياه وتستمر الحياه، لقد عدنا اليكم من جديد. عدنا اليكم من جديد. هو مزروع وامامنا شارع. يا صديقي هل تسمعني؟ شو يحكي اللي جنبه؟ أريدك أن تقصف هاك اللمبة الأولى. ما طلبت شيء. ما طلبت شيء. أعطيها يا صديقي. شكرا لك يا صديقي. يا أخوان شوفوا، أنا بدي أقول لكم انه يعني نفسي اشوف هذا البني ادم وسوي لي شيء قدامي، بس الله يبعدنا عنه ويبعدكم انت عنه صراحه، لانه هذا الانسان صراحه ما تقدر تقعد معه نهائيا، مو طبيعي. وعلى نفس الموضوع هذا، انه يقدر يطفي لمبه بعينه، جبت لكم بنت كمان طفت اللمبات قدامنا، يعني شوفوا بالفيديو. شوف ما راح احكي لكم، راح تشوفوا انتم بعينكم. شوف هذه اللمبه طفيت داني حسين، والله ما شفتها. صعبه شاستي يا تحدي ولا لا؟ قولي اتحداك. بس اتحدى امك اللي جابت. طيب اخوان بنت صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز انت. هسه شوفوا المقطع مو دبلجة تمام، والكلام اللي حكيته ما فهمته، بس يمكن في تفسير شوي منطقي، اللي هو اتوقع اللمبة كانت تطفي عندهم بالحي كل دقيقة، مثلا كل دقيقتين تحمي وترجع تريح، اتوقع وهي استغلت الوقت المناسب، كانت مستنيته وحكتها. هذا التحليل، ما اعرف هو تحليل منطقي. اعطوني رايكم انتوا، اكتبوا لي اياه بالكومنتات. وخلينا ننتقل للمقطع الثاني، والله يستر بالمقطع هذا. طيب يا اخوان، المقطع الثاني لشخص يا حرام مصاب بالعين، يعني بجد من العين مأثر عليه، كان لما يسمع صوت ابوه يعني يعصب، ما يحب يسمع لا صوت ابوه ولا صوت امه ولا صوت اهله. متخيلين يا اخوان اهلك يعني اللي انت عايش معهم ما تحب تسمع صوتهم، تتنرفز لما تسمع صوتهم من قوة العين. متخيلين؟ راح اترككم مع قصة هذا الشخص وشوفوها، والله العظيم انها قصة جدا 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 حزينة. شوف كني في حلم، ماني حاسس بشيء، انا حاسس اني حياتي حلم كلها حلم. درست يا شيخ كنت اكره صوت ابوي، اكره ابوي اذا ناداني، وكنت كرهت اعوذ بالله اهلي كله، يعني ما احس برحمه ولا احس بشفقه اذا احد ناداني منهم. استمرت الحاله ذي معي لين تو قبل تقريبا في الثانوي. يا الله. ثانوي رحت لكذا شيخ في حياتي. رحت لشيخ وشيخين وثلاثه وما فاد معي. بيبكي. اخر شيء يا شيخ رحت لشيخ الله يجزاه خير. وقرأ علي قال يا الحمد لله والشكر، قال انت فيك حين
الحين هذه من انت صغير هي فيك. فشيخ انا احس اني ما مقصر من ابوي وانا صغير. فان شاء الله الرب يعوضني ان شاء الله بره باذن الله في الايام الجايه ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل يا اخوان. انا ما اعرف هاي تعتبر عين ولا تعتبر معمول له عمل او سحر. لا حول ولا قوة الا بالله. اقسم بالله المقطع هذا كسر قلبي بشكل ما تتخيلوا يا اخوان. خلينا ننتقل للمقطع اللي بعده. المقطع اللي بعده يا اخوان لشخص كان بسيارته وشاف فرس، والفرس هاي لازم تكون بكل مقطع عندنا، يعني العين حق لازم نلقى فرس او خيل تنصاب بالعين، لانه احنا معروفين العرب نحب الخيول ونحب ركوب الخيل. فخلينا افرجيكم المقطع. شوف ما عرفك شوف بابا يفلصه ولا تقول هاي الفرس. شوف ما شاء الله ما شاء الله. شوف لاحظ انه ما ذكر الله واقف بلا سرج بلا سرج. راح تبقى رفق خليني نصور فيها. يقول انه راكبها دون سرج. الله والله فيديو ترتقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. انت شفتوا ما ذكر اسم الله نهائي وقاعد يقول انه راكبها بدون سرج، يعني عين هاي مبينة واضح يا اخوان. استغفر الله وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. اذكر ربك يا اخوان، لو تعود لسانك دائما تذكر ربك صدقني ما راح تصيب بالعين. احنا عارفين انه العين احيانا تجي لا ارادي، بس انت عود لسانك على ذكر الله دائما عشان ما توصل لهيك موقف. لا حول ولا قوة إلا بالله. وخلينا ننتقل للمقطع الاخير، والمقطع الاخير اللي اتوقع كلكم داخلين عشانه وهو مقطع صدمة صراحة. انا ما اعرف هل هي البنت نفسها بالضبط، بس المقطع وصلني منكم وقال لي مهند تشوف البنت هاي كيف كانت وكيف تطلع بالصور والعين شو عملت فيها. فخلينا نشوف المقطع ونحكي بعديها. شوف البنت. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخوان بغض النظر اذا كانت البنت نفسها ولا لا، بس برضو طفلة. طبعا انتو تحكوا في فرق بالصور صح، بس الصور هاي معدلة يعني مصورة تصوير جرافيكي كثير عالي ومعدلة على برامج حتى صارت لهذا المستوى، وهذا التصوير عادي من دون تعديل اي شيء. انا شايف الشبه كثير. لا حول ولا قوة الا بالله. يا الله الله العظيم انها تحزن. يا الله الله يشفيها ويعافيها. اعرف والله العظيم المقطع انه محزن جدا. وبس هيك كنت انتهى مقطعنا اليوم. اتمنى ان المقطع نال اعجابكم، وزي ما احكيكم دائما لا تعرض حالك للموقف هذا، لا توصل حالك للمرحلة هاي. دائما عود حالك على ذكر الله عشان ما تصل للمرحلة انك تصيب بالعين وتخلي ناس يدعي عليك، لانه اللي يصيب بالعين اكيد كل الدنيا تدعي عليه. وبما انه انتهى المقطع زي ما قلت لكم اتمنى انكم تفعلوا زر التنبيهات عشان يصلكم كل شيء جديد. واذا وصل هذا المقطع 50,000 لايك راح انزلكم جزء جديد مباشرة. وصحيح ضايل 7,000 ونوصل 100,000 بالانستغرام. اتمنى منكم تشرفوني وتفرحوني بوصولنا لل 100,000. راح اعمل مفاجأة لكم على 100,000 باذن الله. فما اتمنى انكم ما تقصروا معي وتروح تتابعوني هناك. ونشوفكم على خير باذن الله السبت بمقطع جديد. ومن هاليوم السبت نترككم بحفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.